وفي إنجلترا يستضيف المتصدر مانشستر سيتي نظيره ليفربول صاحب المركز العاشر في قمة مباريات الجولة 13 من البريمير ليج، ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق فوز يبقيهم في صدارة الترتيب، كما سيحصل نجم السيتيزنز الشاب رحيم ستيرلينغ على أول فرصة لإثبات جدارته في مواجهة ناديه السابق بعد صفقة انتقال قياسية لم تلقى استحسان جماهير الريدز. ومن جانبه يأمل أبناء المدرب يورغن كلوب في استغلال عودة مهاجم الفريق دانيال ستورج من الإصابة واستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتهم في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف. السيتي فريق جيد جدا، ولكن لا أعرف شيئا عنهم، فهم يتدربون في ملعب يقع وسط الغابات وأنا لم أذهب لهناك من قبل. لا أعلم من سيشارك في تشكيلتهم، والأهم من ذلك أن نكون مستعدين لهذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية. وفي بقية مباريات الجولة يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على واتفورد، ويرحل أرسنال لمواجهة ويست بروميتش ألبيون.